الأخبار الآن. أفاد مصدر محلي في محافظة كركوك بأن غالبية قادة تنظيم داعش في قضاء الحويجة هربوا مع أسرهم وبحوزتهم ملفات مهمة تضم أسماء قادة التنظيم في العراق باتجاه منطقة جبال حمرين والجزيرة في محافظة صلاح الدين. إلى ذلك انطلقت قطعة عسكرية إضافية من بغداد للمشاركة في عمليات قادمون يا حويجة لتحرير القضاء من احتلال التنظيم. دارت اشتباكات عنيفة بين المعارضة السورية وقوات النظام في هجوم جديد للأخيرة على حي جوبر وبلدة عين ترما بريف دمشق، ما تسبب بإصابة مدنيين بجروح. وبدأت قوات النظام هجوما جديدا منذ فجر ثاني أيام عيد الأضحى من محور المتحلق الجنوبي في مدينة زملكة وبلدة عين ترما بغية فصل حي جوبر عن الغوطة الشرقية. كشف المنسق الأعلى لشؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي عن وجود 50,000 متطرف في دول الاتحاد، وأن نحو 70% منهم يعيشون في بريطانيا. وتأتي بريطانيا في صدارة الدول التي تؤوي متطرفين، حيث يعيش فيها قرابة 35,000 متشدد، مضيفا أن هناك 3,000 من المتطرفين مدرجون ضمن العناصر المقلقة لدى المخابرات البريطانية. أعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن بيونغ يانغ نجحت في صنع قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على الصاروخ البالستي العابر للقارات الذي تمتلكه. وقالت الوكالة إن الزعيم كيم جونغ أون تفقد هذه الرأس الحربية الذرية خلال زيارة إلى معهد الأسلحة النووية، وأكد أن كل مكونات القنبلة الهيدروجينية صنعت بالكامل في كوريا الشمالية. اندلع حريق غابات في منطقة سكنية شمال غرب لوس أنجلوس مما استدعى إخلاء أكثر من 500 منزل. وقال رئيس البلدية إن الحريق التهم حتى الآن أكثر من 2000 هكتار من المساحات الخضراء، مشيرا إلى أنه أضخم حريق في تاريخ لوس أنجلوس. حقق المنتخب الإسباني فوزا عريضا على ضيفه الإيطالي بثلاثة أهداف نظيفة في المجموعة السابعة في التصفية الأوروبية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018. وبتلك النتيجة انفرد المنتخب الإسباني بصدارة المجموعة برصيد 19 نقطة، مبتعدا بثلاث نقاط عن إيطاليا التي تحتل المركز الثاني. نهاية الموجز، إلى اللقاء.